فتح الباب الجهه الثاني سلوم، فتح الباب الجهه الثاني بسرعه. ما يفرق ما يفرق. ايوه اصبر 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 اصبر. هلا كيف كيف بجي كيف بجي؟ على كتفي على كتفي. والله اتوقع عندي. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم مقطع ما بالهروب من السجن، اليوم معي اوسمز، فان شاء الله يعجبكم المقطع. لا تنسوا اللايك، واذا ما انتم مشتركين اشتركوا بالقناه وفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. كود شوب اذا ودكم يعني بي اس ال. فبس خليكم مع المقطع. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جبنا ماب جديد الهروب من السجن. اليوم معي اوسمز. اهلا وسهلا. هلا 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 هلا. ريان تدري ان في ناس بنسبه 75% يشوفون المقاطع وما يشتركون؟ لا يعني استهبال والله. لا لا كذا استهبال يا شباب. اشتركوا اشتركوا والله اشتركوا. خد والله اللي قاعد تشوف المقطع الحين انزل وحط اشترك، اشترك في القناه قبل ما تحط لايك، اشترك في القناه بعدين اذا جاك المقطع حط. وليتس جو خلينا نبدا الماب عشان ما نتاخر عليك. يلا ليتس جو ليتس جو ليتس جو. كم مرحله تدري تعرف كم مرحله هذه؟ والله اني الحين ناسي. هو الموضوع هروب من سجن، فهذا سجن الحين. اوه سجن وينه؟ هذا السجن بندخله. طيب اوكي هذا بوابه الخروج. ايه يلا يلا بسم الله. اتوقع اصبر بدايتها كذا ونروح باركور. هو اكيد. لا ما افتحها. لا ما وات ايش لا ما اقدر. طيب نروح شكله غريب. يمكن قدام قدام. روح قدام روح. طيب يمكن تعدى ذي الشاحنه اللي قدامك. اح اوكي ابدا لا تعدى الشاحنه اللي قدامك فيها لامه. يمكن باركور من اليسار. ايوه كنت بقول ايوه بس لا لم تضبط. يعرف يا اخي وين طلعه. ما ابغى اتاخر في اول ستيج. اصبر الحين هذا وش اللي فوق؟ وات لا تقول لا تقول من هنا والله. لا تكون باركور. كيف نروح لهذا؟ طيب شلون؟ والله قاعد اشوف شجر في الهواء قلت وش السالفه؟ اي والله ايوه روح انصدم. اوه في هنا في هنا الاصفر في هنا اصفر. لا سكيت. اوكي وش ذا الحين كيف انط النطه الثانيه؟ وش ذا زحلقت انا؟ يا طيب روح روح كمل الاشجار ذيك. اي اشجار؟ وخر بسرعه ما ادري ها ارقى فوق ما ادري اصبر وين فوق يمكن تكمل جنب. وش ذا اللوحه اللي شوف اللوحه اللي في الهواء. اصبر سلوم يمكن تروح على يمكن تروح على الساين. روح على الساين اللوحه اللوحه اللوحه. روح على الساين بعدين روح للمسياج اللي فوق. ما نطيت اتوقع كذا. ايوه رقصه الشباب الهم هذه. ايه كمل باركور. اتوقع ان نمشي هنا الله يستر. كرت ال شو يسمونه سكيت بورد. فكنا يا شيخ اقسم بالله ذيك عذاب. والله عذاب بس كان ممتع يا اخي. اوه يقول لك في لفه يمين في لفه يمين هنا هنا شوف شو اسهم. طيب اصبر اصبر لا تطيح ترى عندك 50 اتش بي بس فلازم تهدي شويه. طيب انزل هنا يا يا الشحنه يا هذه. اوكي انزل على هذه. انزل على بعدين على الخضراء. ايوه طيب وين ستيج؟ انت بالكم في فخاخ شيء يمين يسار هنا في ستيج. الله اكبر الحمد لله. اوه في فخفخ انتبه. طيب فيك خرجتني توقعت كيف فاهم ما شفته. طيب مو للدرجه. اوه تعال تعال شوف هنا ولا هنا. طيب كيف مخبيها ابن الذين شفت؟ وات اشوف ناس حاطين الفخوخ مقاطعهم. كيف؟ والله ذكرت بريزن بريك. والله ذكرت من جد واك جد بعد يا اخي قد هذا واك جد. اي قد جو هنا زي ذا المكان جو هنا جو هنا. اوه هنا باب والله يفشل الباب. ولا بريزن بريك جو هنا. بريزن بريك جو هنا. ابلع 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 تضحك ها تضحك ابلع انا مخاف. ورا فوق يمين وقدام. طيب ايش رايك ايش رايك تصير ضحيه او انا اصير ضحيه يعني على العكس؟ تعال تعال خليك ضحيه عشان ذا صريح. لز لز في اليسار ها لز في عشان يطلع الفخ. لز يعني الصق 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 اقترب يلا ها فعل ايزي. الحين طيب شلون اعزز لك؟ ما ادري انا اعزز نفسي بعد. ايوه اوكي هلا بالستيج هلا والله. يلا انتظرك هاي بس ايز ايز يا عزيز ايز الحين ها؟ الحين ايز. والله واضح انه بيخلص بكره. لا تقول رجعنا. لا لا انا بتتهاوش معه. هربنا يمكن كذا على طول هربنا. طيب ليش العباطه هذه؟ ليش العباطه؟ ماشي عندي هذه ما فتحت. في فخ والله اني قايل لك. لا 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 مو هذا مو هذا مو هذا هذا في فتحه جديد سلم صدقني هذا في فتحه؟ يب 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 في فتحه في فتحه. روح روح اوكي في باب اوكي اخيرا اوكي ادري في فخ مو هذه اللي بعدها اوش حق حق حق. يلا اوكي ما في شيء اوكي نزله ستيج ستيج ليتس جو. والله بننجلط من ذا الماء يا عيال بننجلط. يعني كنت ذاك ترول قبل شوي
حيوان قهرني يعني ضيع وقت الفاضي. طيب ايش سالفه؟ اوبا والله احتراف، والله احتراف يا زلوم. ايوه انقز انقز، الله عليك حيوان. والله حرام والله حرام بعد كل تبن يا شيخ. سلم سلم سلم، تعال تعال خش خش، هنا هنا الحل، هنا افتح. يلا يا هنا هنا الحل، هنا الحل، هنا هنا اي مره هنا. هذه مره كذبه سخيفه مره. خش من النص. طيب تعال تفرج على التلفزيون. تعال اصبر، تعال نتفرج على التلفزيون. هلا بفن، هلا باحتراف، هلا والله، هلا والله. ماذا بتلاف؟ أي يفك الفخ الله ياخذ. هنا في فخ. سلوم سلوم، كلها كلها كل الطرق تأدي روما نفس هذا اليمين نفس النص. بعدين الموضوع صار كله فخاخ. إذا كان على اليسار ولا على اليمين يا ريان جرب بس. أوكي. إيزي. طريق مسدود. ريان غلط طريق. أم عاد. أقسم بالله غلط. خسي. والله إنه غلط. طريق غلط. موتني يوم وصلت نهاية. فأنا أقول هنا تعال، أحس إنه فيه زي الفتحة دخلك، أحس كذا تحريات. أنا استعجلت وصلت. وصلنا لمرحلة إن رحنا كل أماكن، رحنا هنا فخوخ متموت، حسبنا إن في فتحة بين الفخوخ شيء زي كذا بس ما ضبط. رحنا هنا آخر شيء، وصلت آخر شيء ما في شيء. هذا الطريق يودي إلى آخر هذا. ف نفسها كل الطرق لا تؤدي الى روما. اوكي شفنا في اليوتيوب، شفنا الحل، للاسف صار الحل هنا. شوفوا 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 استغفر الله وتوب اليه. طبعا هالشيء سلوم عشان بس يكون في عشان يكون في الصوره. سلوم خلاص الحين ناخذ درس ان الماب راعي ترول يعني. حاول انك ما تروح لفخاخ، دور مكان ابواب كذا فجاه تلقى شطحه زي السجن قبل شوي كان فوق زنزانات، كان في زي الفتفه. عبيط عبيط ترى الماب مره. الحين توقع هنا ريان. والله شوف ستيج 4 اليمين وينه. ايوه هلا والله، شفت كيف قايل لك خرج الصندوق هو الحل. تخيل فيك. يلا بسم الله. فخ فخ انتبه. وشو ذا؟ وش اللي قدامنا قاعد اشوفه يسار؟ 2-1 2-1. لا لا 1-2 هنا. طيب شوف سلوم، انا اقول لك فكر خارج الصندوق دايم. والله الافخاخ ذي ما راح تفيدنا صدقني. واحده من البيبان اللي فوق ما المفروض افتح كل الابواب، لان خطتنا الحين نفتح كل الابواب. يلا يلا تحت الباب اللي فوق يسار. فوق يسار ما في فخ ولا فيه تسريع. اللي تحت فيه تسريع بس يمكن فيه فخ. ايوه افتح باب. اوه في فخ في فخ في فخ. طيب يا نشوف القاعده، يا هذا يا هذا اللي فوق فوق يسار، او اللي السطر الرابع يسار، او السطر الثاني تحت يسار. الله ياخذ ليش. والله صعبه صعبه. تحتها فيها تسريع. تخيل سنو في النهايه ما يطلع اللي فوق يسار. صح هذا الصح، هذا الحل جبتها. والله عليك. اوكي كذاك جاي قول تحت. نط نط قبل ما ترمي. ايوه نط نط نط. بسكر الباب انا. يلا يسلمك. احسن بسكر باب بيتكم، يمكن عندك شيء ولا شيء. يلا يلا افتح الباب الجاي الثاني. سلوم افتح الباب الجاي الثاني بسرعه. ما يفرق ما يفرق. ايوه اصبر 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 اصبر. هلا في حل عندك بولس شيء من يسار. الله لا سبي. كيف بيجي كيف بيجي؟ على كتفي على كتفي. والله اتوقع عندي على كتفي. اروح مشي اسكره. لا لا اسكره اسكره وافتحه. ايش رايك؟ لا 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 عشان ينزلك من ذا تدخل. في كل الاحوال انا بطيح بس خلني احاول. يلا خلص. عجبتني في كل الاحوال اني بطيح. افتح الباب الجهه الثانيه. افتح الباب افتح وجهك. وله وله وله. انا اروح اخذ ستيج. لا لا اصبر بس كيف ما انت شايفني اموت كل شويه. يعني اغراء اغراء كبريال. هو لم راجع لك يعني ما انت شايفني. دخ الباب والله الباب حطه. ايش تبي اسوي؟ ما له دخل يعني الباب يوصل جمل تروح ترجع الباب ليش؟ 2000 years later. الله اكبر الله اكبر. ذمتك سلوم سلوم. شوش معي شوش معي جاب كم بوز انت؟ ما ادري. فاينلي يطيب يطيب. طلعتك برا الماء. طيب وين نروح الحين؟ تعال هنا تعال هنا. فيه في اشياء صفرة زي اللي قلنا عليها قبل شوي. اخر اخر عن طريق اخر عن طريق الكبار. كثر ولا تكرار يعلم يعلم سبايك.
ما في شيء اسمه صعب. طيب نروح بعدها. لا تقول لي كذا. ما في شيء اسمه صعب. سلم. أو سلم وين أروح سلم؟ هنا هنا. صفر. على طول. إيه. أوكي أصبر أصبر أصبر. إيش رأيك؟ أنا أنزل المكيف ولا ذا؟ المشكلة بيسكي رأسي هنا. ولا توقع فوق. دي خم فكر. لعب. تيجي. يا ليل يا ليل. طيب أنت كتيزي والله. أنت معصب أنت معصب. ما في أمل تخلص كذا وأنت معصب. روق روق. طعم ترويقتك ما قلت تنفس انا زهيق شفير شلون زهيق ايش اسمه اي زهيق شفير ايش اسمه زهيق شفير حاول تنط على هذه خلاص خلاص اوكي 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 سلم سلم تشوف وين نروح احس اننا غشين هنا نطب كذا بتفوت والله احس انه كذا رح رح بسم الله رح بسم الله اوكي 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 جي 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 فزنا فزنا جي جي والله احس انه غاشين ايه ترى ما شفنا التيك بوينت ولا شيء ترى شوية شوية غاشين يا عيال بس وصلنا ودعم بليز شوف اللاما اللي هنا والله اللاما والله تقطر عليه لامات تقطر عليه لامات شوف اللي مشنقل شوف اللي مشنقل اخر شيء والله شكله رهيب والله شكله رهيب مره طيب ليش الحين نازلين على البحيره ذي بحر بيشربون مويه عندك شجره نمله شجره نمله شو اسمها هي شجره رقم قص حجره شجره عيال اليوم تكفون لا تسالوني والله كذا دايخ انا والله اذا انا فزت نخلصها بالغش يعني خلاص إذا أنت بس نعيدنا أوكي نعيدنا طيب ليش نعيدنا. أنت مرتبط بالغش ليش؟ لأن أنا أبغى غش يلا أهم شيء الصراحة يلا 3 2 1 جو حجر ورقم قص خمسة آه زي بعض حجر ورقم قص يا ليل حجر ورقم قص آه بس 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 جي جي يا شباب انهينا جي جي يا شباب انهينا الماب بالغش يعني شكرا ريان لانك غشيت في كل مراحل والله شوف والله متعب الماب الله ياخذ ساعه كامله تصوير ساعه كامله الماب شوف كم ستيج ما شوف كم ستيج ساعه كامله بس هاي قبل مقطع اليوم ان شاء الله مقطع عجبكم لا تنسوا زر اللايك اشتراك القناة اشتركوا اشتركوا جد والله اشتركوا والله اشتركوا شوف مقطع اشترك اشترك لا تخلي لا تقوم مشي القناة اشترك وفعل زر التنبيهات عشان اي مقطع انزله راح ينزل لك او يجيك اشعار وتقدر تشيك عليه اما الحين اذا ما اشتركت ما راح تشوف مقاطع ما راح تطلع لك مقترحات كود شوب في اس ال تحت يعني واضح ثلاث حروف في اس ال في اس ال مره سهل قناة ريان في الديسكربشن ويتبون اكثر المبات كذا اللي هروب من اشياء شيء زي كذا هروب من السجن هروب من الديناصور زي اللي راح مره دعمكم رهيب كان فيه شكرا لكم بس هذا كان مقطع اليوم اشوفكم على خير سلام